كاميرا صباح النور مثل ما عودتكم بتتواجد بأهم الأحداث الفنية، ونحن اليوم موجودين بحفل إطلاق الألبوم الأول للفنانة المصرية لارا اسكندر اللي بيحمل عنوان About a Girl. مشوا معنا وشوفوا كيف كانت الأجواء. لارا اسكندر مساء الخير. مساء الخير. بإيدنا الألبوم الأول لإلك About a Girl، شو بتخبرينا عنه؟ أنا مبسوطة أوي إنه عندي أول ألبوم دلوقتي، وألبوم يعني أتمنى إن كل حد يشتريها ويسمعها ويحبها أكثر حاجة، وألبوم يعني مخلوط كده في عربي وإيطالي وإنجلش وفي R&B وبوب وأكوستيك، في كل حاجة يعني. كم أغنية بيتضمن هذا الألبوم؟ 10 plus 1 bonus track remix. أنا بعرف إنه أنت بتحبي تكتبي وبتلحني، كم أغنية أنت كاتبتيها موجودة معنا هون؟ بحب أكتب، كتبت ثلاث أغاني يعني أغاني في الألبوم، ثلاثة. عملتي ديو أنت ووالدك؟ أيوه. كيف صار وكيف سام وكيف سجلتي وكيف قدرتي تغني ووالدك موجود حدك؟ عارف كانت حاجة يعني حلوة بس كمان صعبة عشان أغنية في emotions كتير قوي في الأغنية، بس أنا كنت عارفة طول عمري لما أعمل أول ألبوم لازم يبقى في أغنية مع باباي عشان هو اللي دخل المزيكا يعني فيا، ودخلنا استوديو وكان في emotions كتير يعني كل واحد بيحاول ما يعيطش يعني وهو بيغني، فبس أغنية حلوة قوي. واحد يغني قدام حبيبه أصعب ولا قدام بيو أصعب؟ بيو أصعب كتير. Amici di sempre, ormai siamo noi, noi senza altre rogne al di fuori di noi, che siamo due storie da raccontare. كم أغنية بتصوري كليب من هذا السيد؟ دلوقتي عندي ثلاثة من الألبوم، ومش عارفة بنفكر في أول واحد عشان نفكر في الباقي. الممثل المصري أمير شاهين موجود بلبنان لتدعم بنت بلدك لارا اسكندر، جاي خصيصا كمان هذا الألبوم؟ مظبوط، ده حقيقي، أنا جاي مخصوص عشان خاطر لارا، أكيد كلنا لازم ندعمها لأن هي حقيقي موهبة كويسة جدا، وأنا بتمنى لها كل الوشر أول لك يعني. قد إيه بتتوقع ينجح الألبوم؟ بتفتكر إنه أنت سمعته قبل ولا لا؟ أي والله ما سمعتوش كله يعني، يمكن سمعت منه حاجات بسيطة، بس لا أنا بتوقع له إن شاء الله يعني نجاح كبير. المخاطرة انه عملنا ألبوم انجليزي ايه، بس الربح انه صار عنا فنانة بالشرق الاوسط عندها ألبوم انجليزي كتير قوي، يعني اليوم لما تقول مين احسن حدا بغني انجليزي بالمنطقة اول اسم بيخطر عبالك هي لارا، وانا بتوقع على مستقبل كتير كبير.